الآن أكدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد أن التجربة المصرية لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي فيروس سي من أهم تجارب علاج الأمراض السارية نجاحا على مستوى العالم. جاء ذلك خلال إلقائها كلمة مصر بالدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف. هذا ووجهت زايد الشكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمها الفني لتنفيذ هذه المبادرات الصحية الرئاسية. أكد وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9% وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل. وأوضح شاكر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالي 23%. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار بأنه تم التشغيل التجريبي لمشروع تطوير محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة. وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب ممدوح أكد أنه نظرا للكثافات السكانية والمرارية المتزايدة التي يخدمها المحور تم وضع برنامج لتطويره بتكلفة 377 مليون جنيه، مما يجعله شريانا رئيسيا يربط طريق السويس شمالا بالطريق الدائري الأوسطي جنوبا. توعد رئيس الإيراني حسن روحاني باستخدام المقاومة ضد التصعيد الأمريكي، مشيرا إلى أنه لا يقبل المحادثات الدبلوماسية في ظل الظروف الراهنة. وأعلن روحاني في تصريحات إعلامية أن الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات والخيار هو المقاومة. والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار في وقت سابق أن إيران ستواجه قوة هائلة إن حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أظهرت عدائية شديدة تجاه واشنطن. ورياضيا، تقام اليوم 5 مباريات في 10 مساء، وذلك بالأسبوع 33 من الدوري الممتاز. ام بي فريق مصر للمقصة، كما يواجه وادي دجلة فريق حرس الحدود، فيما يحل الاتحاد السكندرية ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش، ويخوض سموحة مباراة امام بتروجيت.